احنا نازلين الشارع النهاردة عشان نشوف رأي الشباب عن الموهبة، يلا بينا. ممكن اعرف حضرتك عن الموهبة مثلا، ايه الموهبة اللي انت بتفضليها؟ كتابة. لا هي كرة القدم. انا موهبتي في القراية. كنت مقدم قبل كده في مسابقة زفويز بس ما كملتش في المشوار، وانا صوتي حلو. فمثلا الموهبة بتبقى حاجة كويسة في ان احنا بننمي نفسنا وقدراتنا ونزيد من معرفتنا في كل العلوم حوالينا. والله انا شايف ان الموهبة فطرة وحاجة من عند ربنا ومنحة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الناس بتنميها وفي بعض الناس بتستجيب وبعض الناس بتدرب نفسها على الموهبة دي، زي الغناء، زي التمثيل، زي مثلا موهبة كرة القدم، زي موهبة مثلا العزف على العود او الجيتار وهكذا. في ناس بتنمي الموهبة دي وبتسعى فيها، وفي ناس تانية بتدفن الموهبة او بتكبر دماغها. طب قرأت لأي حد قبل كده؟ طبعا قريت لي طه حسين، مصطفى محمود في الادب الفرنسي، في الادب الانجليزي، يعني بحب جدا موضوع الادب. هو انا اساسا باخد كورسات ان انا انمي الموهبه دي، يعني زي كورسات الصحافه وكده، هي اكتر حاجه بتبين موهبه الكتابه. وانا صوتي حلو. فممكن توضح لنا كوبليت معين عن اغنيه او اي حاجه؟ لا انا دلوقتي ما اقدرش. وانا صوتي حلو عشان صراحه يعني مش جاهز ان انا اقدم حاجه، عشان في حاجات كتيره شغلاني اهم من دي. وانا صوتي حلو. طيب نفسك تكوني ايه في المستقبل؟ كاتبه مؤلفه، يعني زي محمد ابو تريكه، محمد صلاح، الناس اللي هي محبوبه للناس. هي مش حكايه ان انا بقى لعيب مهاري او كده، محبوب، حب الناس هو اهم حاجه في اي موهبه، في اي حاجه، تمثيل بقى، رياضه، في اي حاجه، حب الناس للبني ادم، للشخص نفسه، سيبك بقى من هو ده ايه. انا بحب بيها الناس اكتر، يعني حاجه تبقى واصله للناس الغريبه واقدر دي اساعدهم بيها. نفسي اطلع حاجه حلوه مش اكتر، نفسي افيد اللي حواليا، نفسي اخدم الاخرين، مش شرط بقى مغني، ممثل، اي حاجه حلوه يعني تفيدني وتفيد الاخرين. زي محمد صلاح مثلا، يعني احسن لاعب في مصر وكده، ده ما شاء الله اكتشف موهبته وسافر بره ونمى موهبته، مش شرط حتى المنطقه اللي انت فيها تبقى يعني يكتشفوك هم شخصيا، ممكن انت شخصيا تكتشف نفسك وتنمي موهبتك بره مصر، مش شرط جوه مصر حتى.